هوريكم دلوقتي مجهودات الجيش في التعقيم، يمكن تحسوا ان في جهد كبير بيبذل حرام يضيع. اتفرجوا. استمرارا لجهود القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حرصا على صحة المواطن المصري، قامت القوات المسلحة على مدار الأيام القليلة الماضية بتوزيع الماسكات الطبية على المواطنين بوسائل النقل الجماعية والأماكن الحيوية بالعباسية وعبود وعزبة الهجانة ومحطة مترو المرج الجديدة والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، وتلقينهم أهمية وطريقة استخدامها وحث المواطنين على البعد عن التزاحم بوسائل المواصلات المختلفة لتوفير المناخ الآمن والصحي للمواطنين. كما قامت بأعمال التطهير والتعقيم الوقائي لموقفي عبود والمظلات، فضلاً عن تطهير عدد من الأوتوبيسات التابعة لجهاز النقل العام والتي يستقلها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم، وذلك أثناء التوقيت الذي يتم فيه تطبيق حظر تجوال المواطنين لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية. كما استكملت عمليات التعقيم والتطهير الوقائي بالقاهرة والإسكندرية، وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة منذ بداية الأزمة على تطويع عدد ضخم من معدات ومركبات الإدارات التخصصية بما يتناسب مع حجم الأعمال المكلفة بها للقيام بأعمال التطهير لأكبر قدر ممكن من المنشآت والأماكن الحيوية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من الأفراد، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا. إسراء سعد، آخر النهار. مجهود جبار الحقيقة تشكر عليه القوات المسلحة والجيش، وهم دايما في ظهرنا، في ظهرنا كمواطنين في أوقات الخطر وأوقات الحرب، وكمان في أوقات السلام هم ما بيتأخروش عن مساعدة الناس وحماية الناس وخدمة الناس بشكل محترم جدا جدا جدا. كل الشكر لقواتنا المسلحة.